في المغرب 2.3 مليون ديال الناس عايشين بإعاقة. هاد الناس ما كنعرفوش عليهم بزاف، ما كيبان لينا منهم غير كرسي، غير عكاز، كان بلانش، حركات ما كتشبهش لديولنا. في بعض الأحيان كتبان لينا منهم ابتسامة بريئة. حنا كاملين كنتخيلوا أن أشياء بسيطة بحال التمدرس، التوظيف، الزواج، العزف على آلة موسيقية، تركب فطوبيس ولا تسوق سيارة، من المستحيل إلا ما كنتيش كتشوف، كتسمع، كتمشى، كتقرأ ولا كتتكلم. حنا كاملين كنعترفوا بعزيمة وشجاعة هاد الناس اللي كيعيشوا بالإعاقة، حيت هاد الناس نهار مورا نهار كيتجاوزوا جميع الحواجز اللي كيصادفوها في الدنيا. حنا كاملين كنفتخروا بهم ملي كيبانوا لنا في التلفازة هازين الراية المغربية ومعلقين الميداليات في ألعاب الأولمبية. كنفرحوا ليهم وكنفرحوا بهم، ولكن اش كنعرفوا على الحواجز اللي حنا حاطينها؟ حاطينها بكلامنا، حاطينها بالشوفات ديالنا، بالتصرفات ديالنا، سواء عبرت عن شفقة، عن إزعاج، عن رفض ذاك الإنسان، وفي بعض الأحيان عن استهزاء بني آدم. اش كنعرفوا على هاد الناس؟ اش كنعرفوا على الإعاقة؟ اشنو كتعني تجاوز الإعاقة؟ اش عند هاد الناس ما يقولوا لنا على حياتهم؟ اشنو هي القصص ديال كل واحدة وكل واحد منهم؟ اشنو هما الصعوبات، طموحات او العواطف ديالهم؟ هاد البرنامج اللي كيتقدم لكم بشراكة مع الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دعوة باش ننساو ونتجنبوا الأفكار الخاطئة اللي عندنا على هاد الناس، نبدلوا الرؤية ديالنا عليهم.